ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هوا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مرضا الا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرت يا ارحم الراحمين يا ولي من لا ولي لا يا كافي من لا كافي لا يا شافي من لا شافي لا يا مجيب دعوة المضطرين يا راحم المساكين نسألك مسألة المسكين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا لا تسلط علينا أحدا من اليهود والنصارى اللهم لا تسلط علينا عدوا من عدوك يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا أحدا من الجبابرة والفسقة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وانصرنا على أعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والفجرة واليهود والهنود والمشركين وموالاهم اللهم شتت شملهم فرد جمعهم دمر ديارهم اللهم خذهم عزيز مقتدر اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لنا من لدنك قوة واجعل لنا من لدنك شوكة واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ونجنا من كل فتوة ونجنا من الظالمين نجنا من فتنة الدجال نجنا من فتنة الدجال إنك على كل شيء قدير يا لمحف القبول فرما حاجة رواء مصيبة دور فرما يا لمشكلة آسان فرما يا الله خديجة الكبرى محيا مدرسة قبول فرما يا سيرة النبي خبر مدينة شريف پوچھے داو اقرار شبر النبي راشق بنایا داو باطل مقابلہ قرار توفیق داو সমস্ত ইহুদ নাসারাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করিয়া দাও বেমারী ভাই বোনদেরকে সেবা দাও এই মজলিস কামিয়াব করার জন্য যারা চেষ্টা করছেন ইয়া আল্লাহ তাআলা রহম করম কা ফয়সালা ইয়া আল্লাহ আমাদের জমির মধ্যে রাখে আল্লাহ আমাদের শহর আল্লাহ কামিয়াব করো আদারিস গুলা কে আল্লাহ আমিন ঈমান পর আল্লাহ আল্লাহ কোনকে দোয়া চাইছে বেমার আজার বালা মুসিবত থেকে রেহাই দাও আল্লাহ والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته